هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم؟ يعني مفيش غير لميس 3 بواحد اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 بواحد لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم وحلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. نحب نشكر راعي برنامجنا شركة لميس لمواد التنظيف. كيف ما عودناكم في كل حلقة نسلطوا الضوء على حرفة يشتغلوا فيها الليبيين. اليوم ما شاء الله شباب ليبيين عائلة متكاملة فاتحين ورشة للميكانيك، ونعرفوا ان الميكانيكا من اصعب الحرف اللي ممكن انت تتعلمها. اليوم حنعيشوا مع مجموعة الشباب العرفي خوت اللي فاتحين ورشة مع بعضهم، باش نعيشوا معهم أجواءهم وكيف تعلموا الحرفة وكيف اليوم أصبحوا من أفضل الميكانيكية في مدينة بنغازي. خلوكم في المتابعة. ويرفع أبو بيكي برنامج الشغل مش عيب. اليوم قاعدين في ورشتك، فأنا بنعرفوا كيف اتجهت المهنة هذه وكم لك فيها. المهنة هذه تقريبا توا تقريبا 5 سنين تقريبا. طبعاً عندها خلفية عليها مكان درس ميكانيكا، وصلت لنا بعدها كمقرى ونخرج محل 50 حلال بلون. انت انت اللي معلم كوتك اللي معلم كوتك عنده خروج ولسيدي ولسيدي في قاعد في قاعدين كلهم في عصر كمل معي في قاعد مصر قاعدين معي بدينا طبعا نحن حتى مع التطور متاع التكنولوجيا، لكن ما زال الميكانيكي يقول لك يعرف العطل مرات من توليعة السيارة من غير ما يحط عليه جهاز كمبيوتر. ما قلت لك أنا في الفكرة كلها تطور فكرة كلها حركة واحدة ميكانيكية من جهة واحدة ممكن تزيد وقيل كان حركة الكول وبرمج الكول والضغط الزيت كل فكرة واحدة غيرتش طريقة التقنية الخارجية والداخلية زيادة مثلا كان بالأولاد برضه لو واحدة محرك اثنين بنزين واحدة نار فهمت قبل واحدة واحدة فهمت لله بزيد التقنية فهمت لله هذا طبعا نحن ركزنا يكون برنامجنا السنة دي في رمضان يكون على حرف الناس فيدي يتحشم من خدمته. مراتي ماشي في شارع حق أصحابه اللي معاه في الجامعة هو سروالة مثلا زيت ولا قاعد يعني في لبسة العمل يتحشى. انت شن تقول له من رسالة شن؟ العكس الحب بشيء العيب اللي يحشى الدرقاء اللابس كذا ياخذ فلوسه من هلا فلوسه من هلا وذاق بيت الناس وينابش ويشرب كذا. شو السلام في شيء؟ شو السلام في كان شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان راعي فيها شيء. طب بالعكس أنا شجع واحد حرفة حتى في الأخير بسكيتي سيارته حاجة أنا يعرف كيف أوقع روحه يعني تو في شباب تو كافي مش كلمة في قاعد كافي وقاعد والشغل في قاعد داخل عندنا وفي كذا في ناس ما شاء الله بس شباب في شباب ما شاء الله بصدق يعني طبعا رافع كيف ما أنت خذيت خجلات بسيطة كيف ما قلت لي من والدك جيتك اليوم معك ابنك محمد. هل هو معك يشتغل ثابت ولا لا 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 وقت الوقت الدراسة وقف دراسة بس يعني فترة الشتاء وقت الشتاء دراسة فهمت لا وقت الصيف تمشي 14 شو يجي معايا فهمت لا من يتعلم ولسه بتعلمش حاجة في الشارع برا انت بتعلم هو بعدين بيكمل بس قريت انت ماشي فيها يعني مخليه مادي انا كمل قريته ونفس بياخذ نفس المجال فهمت لا انا مثلا بجيب مهندس او بجيب مهندس كمبيوتر اخش اجهزه تقنيه تكرر قبل جد هذا هو ده تفكير تفكيره هو فهمت يعني انت اوكي يعني انت تقعد في جانب الميكانيكا البحثه الصرفه هو
جو التكنولوجيا الجديدة الأجهزة الإلكترونية وهي بطارية كهرباء كهرباء على الكهرباء ما تخافش إنه يكر عليك الجو بعدين والله هذه لا هذه جسمك ما في نقول كل فيش حاجة كل إنسان كل يوم تعلم حاجة تعلم أنا في إنسان فترة معينة خلاص حتى النمو تاعي وقف جي واحد آخر جي تقنية جديدة فهمت لا أنا تو تلزوم تو نقل بيلا كيف نقل تو الفرق بس ما تويت على النقار هذا في فرق فهمت لا وشباب ربي يحفظك سلمك سلمك والله طبعا الميكانيكا تعلمت عن طريق خويا رفع صراحة هو اللي علمني هو عرف يقول عرف طبعا هو قريها قبلنا في المعهد سنة وسنة وعنده خلفية من قبل عندي الوالد طبعا عنده خلفية على الميكانيكا سابقا عرفت كان في كان مدرس قبل 69 في الثانوية العسكرية القسم الفني عرفت وبعدها طبعا دخلت التعليم العام بالنسبة للحاجة عرفت ربي يحفظ فطبعا خداها رفت قعدت طبعا ذيك الفترة رفت تعلم فتح ورشة فعلقت معنا في عبد الله يعني تحديدا تقول في 93 بالضبط 93 ما شاء الله اخوي رفت كيف يسوي يقول لك الشباب تحشموا مرات من الشغل بتاعهم ليش تحشم الشغل مش عيب بالدرجة الأولى عارف يعني العمل شرف بالدرجة الأولى بأي شيء عمل نظيف رقم واحد عندك شوف العمال الوافدة ما تكلينا يعني مع عمال الوافدة أكثر ناس استفادت من الدولة يعني عارف شباب باجي يقول لك ما نخدمش بالعكس هذه حرفة تعلمها يعني في الأخير تستفيد حتى نفسك في طريق مسافر في أي مكان تعطى الكربتة كفيري تعطى الكربتة حتى ما يعرفش فيها أي شيء صح أنا تو حتى كنت في حلقات سابقة مشيت يعني ورشة خراطة فشفت حاجات أنا حكيت معاه قلت له أنا ما تطفى السيارة ما خلاص هو هي هي هو هو غير شنو طبعا في المعاهد الثانويات هذينا في طبعا أول سنة أولى هذه قسم خشوك على قسم كلهم قسم الخراطة تأخذ عليه فكرة قسم الكهرباء قسم الميكانيكا قسم السباك هذينا كل تغيير خلفية يعطوك فكرة وبعد التخصص عارف ميكانيكا عامة يعني لك الفكرة هي ضرورية الإنسان مش عيب إنه خدم خدها فكرة في أي مجال عرف خدم في الميكانيكا خدم في أي محل خدم في محل متركتونات بتعجب سنبورد مجالات واجدة أهم حاجة يعني تكون شغلة بالضبط شغلة حلال وما, وما, وما يلزم يعني زي ما تقول ما يعبش علي حد يعتمد علي نفسه عارف تلقاه لشغلة مش أقول لك والله ما فيش عمل ليش ما فيش عمل في عمل في فرص عمل واجدة بلادنا هذه ليبيا خيرها واجد ما فيش حد في ليبيا يقول ما فيش عمل عارف يعني ما حد يقول ها في فرص عمل لا يعني في الأخير نمسك يقول لك لا والله ما حصلش لا نمسك كيف نمسك محل ناخذ 300 بيقع في محل يعني فرج يعني ربي يفرج عليك بالضبط لو انك سعيد انت ربي يفرج عليك لكن تقدر راقد في الحوش تبي عمل يجي لعندك ما يصير لا ما تجيش يعني حتى حاجه اخرى تصديقا كلامك مرات المحل المواد الغذائيه يكون سبب لك في نفس بالضبط بالضبط انا نحكي فيها حتى للشباب من قبل كان عندي صديق زمان كنا في الخدمه الوطنيه في التسعينات 93 في 92 طلعنا تخرجنا خدمه وطنيه حصل عمل مش حصلش عمل خدم حشاك في برويطه في الفندق ما حصلش عمل خدم فتره بسيطه وبعدها طاح في واحد ولد حلال مصنع سميتو استغرب ليبي كيف تخدم على برويطه قال لها قال لي ما من نادر حق ليبي يخدم على برويطه في الكلام هذا في 92 93 ف خذا رقمه مش كان في سبب تليفونه ذيك الفتره اعطاه عنوانه وقال له تعال زي ما تقول في المصنع سميتو قال لي مشيت غادي لو بس بعدها مشيت مش المصنع سميتو شنو عندك مؤهل مؤهله طبعا ضعيفه هذا حط سواق دمبر في اللو المصنع سميتو ثم انتقل الى فني معمل وتزوج وبناء وبعض يعني من يعني حرفه يعني شوف سخر له ربي حشاك من هالبروت هاي انتقل الى لانه هو مخالص نيته بالضبط بالضبط ان كل واحد لو ان خدم ما يرضي الله يسقم وضع يفتحك وجهك ربك هذه بالدرجه الاولى في اي مكان في اي مجال مش عيب في السباكة في الخراطة في الميكانيكا في أي مجال بالضبط بالضبط يعني. هذه نفس الشيء كذلك يقعد يرجع الأمر للأب والأم في أي يدعو عياله تو يجي يقول لك لا فكني هنا في اللي ما يرضاش تو هو جاب ولده عيالي صغار لك هذا جاب ولده وقاعد يخدم معه فترة ما فيش دراسة خير ما يقعد في الشارع أو ما يديرش شيء استفادة في الأخير ممكن العي يكمل يطلع يتخرج أي شيء عارف معانا نحن في ليت تو غير مش قاعد يقرا في الجامعه عارف يقرا جامعه اقتصاد اخر له سنه ويخدم معنا في الورشه
القريته وحلمه قاعد يكمل فيه بالضبط يعني خدم مش يصرف على نفسه مش يصرف على نفسه والله يظلمه هم هذول المفروض شنو بالضبط والله يصرف على نفسه وتو يوم اللي تخرج ممكن في زميله او تخرج قبله وقاعد موظف في مسرح عارف بالضبط يخدم بشرف وساعة في هلا مش عيب فلو ان كل واحد كل ولي امر ايد ولده للشيء هذا مش هتمشي البلاد صح وحتى حاجه اخرى حتى اللي بين يلقوا ما ينافسوا ماش ليبيا تحتاج عماله واحد. نحن للاسف ان قعدنا عبين على العماله الوافده ضروري ليش ماني شهر فليش يعني في مجالات واجده في وعندك السباكه عندك وفلوس ما نقوليش ما فيش شغل عارف فتلقاه المصري مثل هيك نحن مشكلتنا للاسف اللي بيه ما يبوش يخدم تو المصريه تلقى يخرج لان عارف روحه جاي متغرب جاي بيخدم بلم بالضبط فهمت هذه هي لكن نحن تلقى حتى الاب والام مشاركين يقول له والله لا ولدي هذا خلينا ضروري نعوده اقل حاجه يلقى نفسه حتى قلت لك نفسه ولا مرات يتخرج حصل تعيين في اي مكان او في مجال عارف لكن عنده خلفيه على السباكه عنده خلفيه على نحن صراحه ولدنا على يعني خششنا خلفيته زمان كان عند جدي مزرعه فعندنا خلفيه على الكهرباء المنازل شنو اسمه خدمه السباكه مسيب هذينا كلها يعني نحكي عن نفسه يعني معظم حتى الوالدي وغضانس من نادر ان الا الامر طارئ يعني حاجه حشر سباكه كهرباء حوش كم يخش ليش حد برانا طبيعي ضروري تمسح عارف 0.50 لا 0.50 هي قاعد في البسطول لا هذه ما فيهاش هذه مسح بس ما فيش ما فيش رقم طبعا باللغه العربيه راس اسطوانه عارف عندك انا هذه طبعا هذه تستاتا من اللوطه يتركب على راس على المي بلوك انا من فوق هذا طبعا الانجكشن هذا الانجكشن هنا يقبل رشاشات المغذيات هذين الرشاشات باي كهربائيات عارف السبيره راس الانجكشن عارف وهذا الانجكشن عارف كذلك هنا هذين الفلافل من فوق تو السيارة اللي تو قاعد تشتغلوا عليها حرارة حرارة محصلة حرارة عارف هي طبعا هي افانتي هونداي افانتي شنو عدم الصيانة عدم صبة المية الخضراء الزيتية للحفاظ على المية طبعا هذا المي بلوك هذين البساتين عارف هذا البستوني اربع بساتين طبعا وفي سته نفس السياره هذه بس سته في عارف يختلف حسب المحركات كل يختلف في الكهرباء في كل سياره وشكل المحرك بتاعها بمبه الميه طبعا هذا المي بلوك يركبون فيه كبراتوري بتاع المكيف الميترينو هذا المي بلوك انا جو لو بجيب اتعلم صنعه الميكانيكا كنت راغب ونبي عمل كم حناخذ فتره معك والله تعلم. اسمعني هو طبعا بعتقد تخصص في سياره واحده طبعا عندي ولد سيدي هنا فولفا هيقعد ديما اسهل تخصص على مدير سياره واحده هيقعد ديما صعب واجد يعني بالكثير 6 7 شهور عرف اعتقد لكن لو تنوع ما بين الكيا والهونداي مثلا وسيارات اخرى هتقعد شنو؟ هتقعد معك تفرق مش نفس الفاضي هذه مش نفس الفاضي فاهم؟ يعني لكن الفكره واحده لا هي اسمع الفكره كلها واحده نفس فهمك بدري يكون بالنسبه للبستوني كولو البيلي التستات الفلفري هذا في اي سياره واحد ما حتى في النفط ما يفرقش الامر هذا كله واحد عارف كله امر واحد حتى في مهنتك اخوي مصطفى لما تمشي الاجنبي يطلب في ارقام كبيره ليش؟ يحمل في غربته عليه هو اكيد بيحملها لانه نفس الوقت طبعا للاسف في ناس يقول لك والله هذا اسطى وفي اللي هيك عامل نفسه يقول لك انا تريحت لهذا خدمني فهمت بس قال لي فكت الساتة من اول يوم هذا بتاعي ما جيش تخدم معي فرصة جيب تعلم منك فكت الساتة من اول يوم وحدة نحن تلاقي مش كتينة انا من حقك عندك تخدم مش تعلم منك قدرنا لحاجة نديروه مشاهدينا الكرام وصلنا هيك لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الشغل
مش عيب. عشنا أجواء أكثر من رائعة مع أهل العرفي وعرفنا منهم تفاصيل أكثر من خلال حرفتهم. حب نشكر راعي برنامجنا شركة لميس لمواد التنظيف. في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.